السلام عليكم ميز امور، جيسبر كو فوزالي بيان. كنحماق لكم بزاف، انا رجعت لكم فيديو جديد مع اختي ميعاد. بونجور 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 بونجور. ها هو حسون، كي دايرين لاباس عليكم اختي ميعاد؟ بصراحه بغيت نسولك، كي يجيني الصالوبيط والكراينات يجيوك زوينين؟ وانا اصلا اقترحت قلت لي البس الصالوبيط، قلت لك لبسي راه كيجيك زوين. ها صراحه بصحتك تجي كيوت فيه زوينه. درت الكراينات ايوا، دابا حنا غاديين خارجين نضربوا شي دوره، من هنا ندوز للمحكمه نكمل الكوميساريه، حيت قلت لكم البارح كنت عيانه شويه، عضناني شويه واخا قلبي مروع عليا، ماشي مشكل. قلت نطلع نكمل داك الشيء ونساليش غالي، باش داك الشيء غادي نبدا حياه جديده. ياك اختي ضروري اكيد صافي ان شاء الله غادي نبراباراو العرس، نوجدوا العرس ونفكروا في العرس، ما نبقاش نفكروا في التفاهات. اي بدا غير نكمل بعدا الهضره، داك الشيء ضروري كل حاجه غادي تكون بشي قانونيا مسطرانيا، كي قال هذاك باقي على الله ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين. يلا الخوت خليكم معايا باش ملي نوصل والله يهدي ما خلقك. امين يلا. ايوا يا الخوت، احنا دابا راكبين في الطرام، مشينا قضينا داك الغرض اللي قلت لكم، صافي الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير. خدينا البريه دينا شفتوا عند الاحساس. المهم ما عرفتوش واش غير الفيديو غير ما عرفتش غنروح انا مالو باش اختي نهيد بحال بحال. المهم بعدا بحال قال اسمي الله مزيانه. المهم الخوت مشي على الكراينات، والله الا لبست الصوره كنت اللي ما كتحملوش، ودرت الكراينات اللي ما كتحملهمش درتهم وانا معني ما تلبسنيش. المهم الخوت يلا الخوت دابا فينا نمشيو اختي ان شاء الله باذن الله منين نسالي، وعاد الساعه في العشيه عندنا واحد الانترفيو مع دنيا واحساس خصوصا العرس. اللي بغى يجي مرحبا به، مرحبا باي واحد بغى يجي، هي حاجه وحده اللي غتجيبوا الكادو طوالي فلوس. وين هنا لي الشيطان راه كضحك عليك. شو حنا نهضروا ان شاء الله في العشيه، غندير واحد الانترفيو معها باش نهضروا على موضوع العرس وتجهيزات العرس وداك الشيء، وان شاء الله نتمنى التوفيق ومسيرة موفقة. مرحبا بكم أي واحد بغا يجي. لكم فوق هادشي كله نقول لكم مبارك مسعود، الله يكمل عليك بالخير. الله يحفظك أختي ناهي، شكرا بزاف. الله يجعل الذرية الصالحة. هاد المهم برك بغا نطرق لواحد شوايج. أول حاجة بالنسبة لأختي صفية كياس، وبالنسبة للتكاشات واللباس وداكشي، دخلوا عندها راه عندها داكشي زوين. السيدة كنعرفها بصح ولا عندها داكشي، كنتو شفتها معايا في الفيديو. دخلوا عندها وتابونوا عندها الخوت وتعاونوا معاها على داكشي زوين نفسها. وبغيت نطرق الموضوع الثاني، كان بالي تحية تحية كبيرة 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 للمخزن ديالنا في المغرب، بوليس جندر يعني المحكمة النيابة أي ما يمكن. خصوصا كنبغي نشكر الجندام ديال بوقناد، كنبغي نشكرهم بزاف بزاف، وشكر ليهم خاص على الترحاب ديالهم على يعني على اي حاجه، وفريمون كيديروا خدمتهم بالمعقول وخدمتهم بالمزيان. وانا هادشي انا شفتو وعرفتو يعني عشنا قبيله كيفاش كيستقبلوا الناس، كيفاش كيتعاملوا الناس مساكن، ما حرتو يجاوب على التليفون، ما حرتو يكتب الشكايه، ما حرتو يعني ديال خدمتهم اي حاجه يعني قشيق واي حاجه كتعمل. تحيه نضاليه للمخزن، تحيه نضاليه للمخزن ديال المغرب، والحمد لله على كل حال، وتحيه خاصه ليهم. وكنبغي نشكركم بزاف، ويا الخوت نمشيو نتغداو وريكم انا واختي نتغداو. نهاد نهي نهاد نهي ان شاء الله غادي نهاد نهي نهاد نهي نهي بحال 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 كي نهي كي نهي. صافي صحة والسلامة. عافاكم غتسولوا على احساس راه هو قالت لي يا ما فين قالت لي ما غاديش يبان لكم. يلا نتركم ايوا هانتوما الخوت، من بعد ما مشينا تغدينا بالحمد الراس على اختي ناهي. غدينا ناهي غدينا بالحمد الراس، وجينا هنا ناخذ عاوتاني العصير الحلوه. انت اللي غتاكلي، حنا خلاص الحمد لله شبعاني. انت اللي تهنيتي العصير والحليوه، انت تاكليهم بصحتك وراحتك يا حبيبه. قول لهم قول لهم قول لهم شنو كليت انت؟ ما كتاكل حمد الراس ولا شنو كليت؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ما كاينش البنين وشي خرجوطات وشي هذاك. عطيني مشيت مسكينه عندك، مشيت عندك كتاكلي بواحد ويا اختي ديالي الخوت عندي واحد الودنين ديال البقره عرفتي هكا، هاجي بهم واحد المذاق واحد الحلاوه. داكشي هو هذاك، داكشي يا سلام الخوت وحق الله الصراحه تكال. اللي بغا ياكل واللي كيعجبو لحم الراس في الرباط او في سلام نقول لهم راه كاين البلانصه فين. قولي لهم اللي كيعجبو لحم الراس او اللي كيبغى ياكل لحم الراس راه كاين هنا في الرباط، في الرباط في باب الشت.
غير الشد. تما عند واحد السيد معروف عنده واحد تبارك ملي كتطفي كتلقى جوج دروس كبار ديال العجل، هذاك هو اللي كيبيعو زوين زوين تبارك الله. الناس كيجيو شوف شوف لقينا عندهم الناس، ديك السيده كانت جايه من افران، وديك السيده اخرى كانت زقاصه حداها من مكناس. تبارك الله الناس كيجيو من كاع هادو كياكلوا داك الشيء غزال نقيقي. الا بغيتو تتبعوا بصحتكم راه هاد الشيء الخد قلنا لكم خلصنا خلصنا فلوسنا ما كايناش فاهم. الناس قولوا عاوتاني كنديروا بيبليسيتي باش انا غير قلت للناس اللي كيعجبهم لحم الراس معناتي كتشكري كيعجبك اللي بغا ياكل هي ديك الفلوس نقيقيه. معنا ما درنا لا اشهار لا انتم ان شاء الله لا اشهار لا اشهار كاين شويه وقلت خودي علاه كاينه تعجبك وعلى قدامك وين قولي لها سي دازي لا لا السلام عليكم ما تاكل حتى حاجه يا واشتك صحتك يلا الخوت خليكم معايا لا بس ايوا الخوت من بعد باش نبغى نجيب هون دوقت معايا احساس عطيته دوقته دوقته فقنا داك الشيء في النص داك الشيء وحنا غادي نمشيو دابا نيه لا هيد ولا ليا بحال الشارع فين كاين واش دير نيتها الفيديو ديالها لهيد ايوا ادخلوا ادخلوا نخلي لكم القناه ديال اختي نهيد في فاصل القروف دخلوا عندها دخلوا عندها باش تابونا عندها وتشوفوا عندنا التكاشر عندها الباسي يلا لخص خليكم معايا خوتي الله دخلنا دابا للدار عرفتي وصلت من داك الدار خوتي خاطر مروه عليا ودخلت الترونسبور عرفتي عاوتاني ما عرفتش والله ما عرفت اخوتي هادشي اللي عندي وحق الله الله يلا خوتي راه بصح كنهضر معكم والله ما يبغى الخوت دابا غادي نبدل حوايجي وغادي نتكا وغادي الناس اختي نادي مسكينه غادي جات مسكينه غادخل هادشي اللي كاين الخوت غتكيت ودخلت انا واختي نياد انا واختي نياد حتى صافي ما يمشي تسخن غنتكا وتا هي اختي نياد مسكينه دخلت حتى هي مسكينه نهيد مهدوده ايوا هادشي اللي عطا الله يلاه الخوت تصبحوا على خير وكنحمق لكم بزاف وشكرا لكم بزاف واي حاجه سولوا لنا اي حاجه بغيتوا اي حاجه بغيتوا تسولوا قولوا علي بغيت ندير لكم لايف ونجاوبكم على الاسئله ديالكم اختي يلاه تهلاو فراسكم تنشوفوا القناه ديال اختي نهيد الخوت يلا تهلاو فراسكم